تعدوا الدجاج يا حبيبي يا أمر، الأكلة التركية المشهورة بولاية مرسين. تابعوها معي بأجمل وأطيب طريقة. يلا نشوف أجمل وأطيب طريقة لتعدوا الدجاج. رح نحتاج لهالوصفة الغالية على القلب نصف كيلو صدر دجاج فيلي. طريقة تقطيع صدر الدجاج بهذا الشكل بالنسبة لي هي أنسب شيء. بالعادة والمطاعم التركية بتكون أنعم من هذا الشكل. ليش بيعملوها ناعمة؟ لحتى يوفروا بالسندويش ويمد معهم كمية الدجاج. هاي الطريقة بتخلينا نحس بطعمة الدجاج أكتر وتبين الطراوة للدجاج أكتر. فما لكم إلا هالطريقة اللذيذة، وأكيد رح تدعوا لي عليها دائما. معلقة سماق صغيرة، معلقة كبيرة زيت نباتي، اليوم طريقتنا حتكون مختلفة عن المطاعم التركية، نحن اليوم رح نقليه بالزيت مثل ما شايفين، أو فينا نعمله بالزبدة. الفكرة كلياتها واقفة على إنه الدجاج لما بيتقلى بهي الطريقة ما بينشف وبيضل جوسي. وهلا بس ياخذ عندي هذا اللون الابيض كلياته، بضيفي عليه معلقه صغيره بابريكا حاره، نص معلقه صغيره فلفل اسود، وهيك صار عندي جاهز. ثلاث معالق كبار لبن ومعلقه صغيره ثوم مهروس. وهات لي اللبن المدوم الغرام كله، والله اللبن بس ينحط عليه توم يا جماعة بيطلع ما في أطيب منه.